هاي لزامي، مرحبا بكم معايا في شهيوات مع سلمى. تخيلوني انني انا غنطيب العار، ما تخيلوني انا واحد البنت الله علق مع الطياب، بحال اللي كنطيبها كنحاول ما كتصدقش ليا، ما عرفتش علاش انا ما مخلوقاش للطياب. ولكن اليوم واحد شنتو حمسوني في انستغرام وقلت لكم بلي سلمى عاد كي درنا فيديو داكشي، ان قررت بلي اليوم انا اليوم غادي ندير لكم فلوغ كيف ما جا، شنو غندير شنو ما عرفتش. القطر اللي لابسه ما غاديش نبقى عليه يكونوا هاني، حيت انا اصلا كنحس براسي ماشي هذيك ديرونجيا، انا ماشي هذيك. المهم انا زعما بلا ما نطول عليكم، دابا غادي نطيبوا شي حاجه للفطور، ما عرفتش شنو غادي نطيب صراحه، ما عرفتش شنو كاين. كندخلش الكوزين كنخرج كنبغي نغسل الماعن، كندخلش الطياب كيدخلوني غير الماعن، غسلي غير الماعن انت حنا نطيبوا. المهم انا زعما غادي نمشي نحيد هادشي اللي قالت انا دابا هادشي ماشي ديالي، ونلبس شي بيجامه اللي غنبقى فيها مرتاحه. غادي نرجع ليكم دابا اختي، عاد كنحس براسي مرتاحه، بدلت حوايج، لبست تريكو كورون. دابا لازم نوريكم شنو لقيت في الدار، الحوايج اللي نقدر نخرج بهم شي حاجه. لقيت هاد لي ساندويتش هادو، لقيت هاد الباكيات حتى حنايا كتاف في الدار، لقيت لي كيش في التريكو، يعني غادي نعمر هاد لي ساندويتش وغادي نصايب ليه كيش. دابا انا مولفه كنقول من يوتيوب على زعما باش ما نكذبش عليكم، ولكن اليوم والله ما غنقول شي حاجه من يوتيوب، بغيت غنخدم الذكاء ديالي، اصلا فين ما كنقول شي حاجه ما كتصدقش ليا، صدقش ليا يعني. اليوم قررت انني ما غاديش نقول اني غنخدم الذكاء ديالي، وداك الشيء اللي كنعرف راسي هو اللي غنديره. الحاجه اللي بغيت نعمر بها لي كيش واللي انا كتعجبني هي لي زيبيناغ، عيطت لماما قلت لها جيبي لي معاك لي زيبيناغ، وهادو غادي نعمرهم بالنوغات صراحه. واحد النهار داكش مع اختي واحد ولكن ما سولتش نديرها فيهم، والله ما سولتها، ولكن غنعمرهم بلي نوغات، وهادو غادي نعمرهم بلي زيبيناغ وجبن وداك الشيء. ديال لي زيبيناغ، ولكن جات الماسون ديال اختي قالت لك غادي نديرو براوات ديال لي زيبيناغ، ودابا زعما من بعد ما وجدت هذيك الحشوه غادي نعمرها. شنو ندير في الحشوه؟ لافاخس سميتها الحشوه على زعمي، سميتها لافاخس. بعد ما وجدنا الحشوه عندي هنا ورقه ديال البسطيله، انا ما كنعرفش ندير براوات، كي كنعرف ندير السيكا في الحشوه، بارطاجيت معكم كلشي. المهم هذيك الحشوه راه كتجي بنينه، جربوها واستعلالها دا ندفين. دابا غنوريكم كيفاش كتصايبوا بريوات وكيفاش تصايبوا السيكار، الا لقيناهم جوج بنين نقول لكم طيبوهم، الا مجوج بنين نقول لكم راه مجوج بنين. الا جوج بنين انا اللي طيبتهم، والا مجوج بنين راه ماشي انا اللي طيبتهم. تقدري ديري هكا تشوفي، وي راه ندير هكا نشوف، درتها كنفطر قلت لي ديري هكا شوفي، ديري هكا ما صايباش. وي 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 ذوقي عادي ماشي قلقانه، ولكن لا ماشي دقتي، هذا شي مزيان جيبي الفخمه ماشي دقتي. ها انتما لازان، شنو قلتي لي كنهزو لافارس؟ كنهزو شويه ديال لافارس، كنهزو شويه ديال الحشوه، ماشي هذيك شويه، هذيك راه ماشي درتي شويه، درتي عرام صافي. انا شويه كنهزو شويه ديال الحشوه، كنحطو هنايا ما عرفتيش في البلاصه العريضه ياك، كنخليو القنت ليه، كنخليو القنت كنحطو فوق، كنخليو القنت كنديرو الفرماج كنسا، كنجيبو الفخوماج كاغي هكا، كنديرو هكا ملي كنوري الناس حنا ما كنعرفوش، انا غير وحده اللي ما كنعرفش. شوف هكا كنحطو هكا، خاصنا دقيق شويه، كنديرو هكا صافي، كنديرو هكا كنديرو هكا، يلاه جمعي برافو، كنديرو هكا وكنديرو هكا وكنديرو هكا صافي. الا كي ما عرفتيش ليها ماشي بحال هكا، مالك كي جاتك؟ كان خاصني نعاود محاوله اخرى. لا اختي شوفي ما تعلميش فينا، علاش ما تعلمش؟ فكان كنتعلم، ولكن شوفي كي درتي لها صاحبتي حسين الثانية غتصدق لي. اري لي اري لي، كنعرف امي راه هي ما بغاتش تعلمني، تعلمني الغلط وكدير لي الصحيح، ندير لها الغلط بالعين راه ندير لها. وزكاي غتخسر لي المرض. سلمى 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 ايمن سي فاسيل لي زاني، سير جيب لي اخويا دقيق شويه دقيق والماء، وسير عافاك ماما عطيت دقيق والماء. حنايا في دارنا كنديو غير بالفرونسي، انا كنت واضح معكم كنت معكم بالعربيه، نتوما مبقاش في فرنسا. شوف اختي كنت معايا غير فرنسا،
دوائي انت فرنسي امي امي فرنسي قولي شي حاجه عارفها بالفرنسي فرنسا انا عارفه فرنسوية كاش عارفه يا امي قولي تري بيان tu sais très bien le français parle en français قولي لي لو غاتو انا باطو واو سقط لي واو اكزاكتومون لزامي كملنا هاد لي سيجار كنا بغينا نديرو البري واش كما تقوش لينا تقولنا غير هاد لي سيجار دابا غادي نصايبو واحد لي ساندويتش كيجيو زوينين رجعي غني راسي من دار رجعو معايا ها انت لزامي دابا غادي نصايبو هاد لي ساندويتش شنو هو النوغيت انا نصب كوش عاد عارف شو هادو غنعمرهم غير جواعين اري لي بلاطو اري لي معلقه كنتي هي بهذا متقوش سلمى هنا زين انا صافي خلي انت ديري حلو ندير حاجه لا خشي انا بغيت ندير كلشي ماشي قال ندير الفرماج عطيني ندهن حدي سهله اختي صافي كنطرف لها ابري شنو كديري صافي ليتو ابري تمشي للكوزين ناخذ ابري على كويزين ما تحليهم ترعيهم سيري خليك دير فرونسي كتبان كلاس الا ما كاين لا كلاس لا زمر ترعيهم شنو كيقول هذا المصطلح حالك ترعيهم ترعي على بنان كبير ماشي ما كان صوص كوكان دير فرونسي قول لهم بيت سي غادي يجي معاك ماشي انا نجي نتقدم الصور لمتابعينك متابعيني وتقدايهم اللي كانت كنت غنصور عليهم سما كنت تقدي سما كاينش شو ما عاد ديما تقول لي شكون راهي تبينا معاك انت كتقول لي ولا الهضره انا حبيبي بغيت نقول لك شي حاجه ولكن وحدك ما تقولي تحشميني بس نقول لي ما حكيتش عليك لك وعلك هاي هاي ماشي لا لا مع عند راه داوت الشينويه مزيان ديال المراهقات فزدنا عليهم الخص و والبصله كيجيو بنين هاد لي ساندويتش كندير فوق منهم لي نوغيت كيجيو خطيرين هاد راه كاع ما عمرتي نسيتي شنو هاد نسيتو هما لي نوغيت طابو قطعناهم ودرناهم في الفران شويه خوما كيكونوا طايبين زعما كنديرهم في الفران صافي وغادي نزيدو لي نوغيت هنا ومروه وماما في الكوزينه باقيين كيطيبوا شي حوايج ويلا غير شويه قلت ليها كدري ما كتسمعش تشغلسي على الشعبان غادي نوض نزيد لي نيوغات حيت هادو ما كفاوش الصراحه ما كفاوش باقيين شي ثلاثه ديال لي ساندويتش وبغي يبقاو خاوي انا نضرب بالزربه طيب حيت اصلا بالزربه كيطيب والله الا انا حادقه بعد انا لازم الحمد لله ما كيقضيش عليا رمضان واخا زعما والله ما بقاش كناكل ضعافي طويلي لكن ان شاء الله غادي يخرج رمضان وغادي نرجع نتريني وغادي نرجع الوزن ديالي مو فريمون ضعفت في رمضان حتى مابقيتش كناكل نهائيا وتخيلوا في الفطور غير كنت كام كناخذ غير هكا غير كرواسه وعصير صافي كنت كام وصافي واش الا كلت شي حاجه غالبا شي مرات من الفطور شنو الفطور ديال الغد علاش كناكل مابقيتش كناكل اصلا ضعفت وزدت ضعفت في رمضان كلشي كيبغي يتصور داكشي علاش ما قدرتش نصور لكم داكشي زعما اللي مره الفطور المهم اصلا ما كان والو عرفتو كنفطروا كننعسوا كانت فطري كترخاي المهم انا زعما دابا غادي ندخل ندوش قبل ما غادي ندوش نتوما عارفين ضروري نداوش على حيت هذا رمضان ولا ما داوتش على هاد لا بيريود فين ما كنصايبوش زعما وبعدت على السوشوار داكشي
عمرني ما غنداوي لا انا لا نتوما. انا زدت لك ندير شعري فين هو هاو هذا دابا القرعه الخامسه واقيلا اللي خديت هارموني ناتوريل. ديما كنبارطاجي معكم في انستغرام في يوتيوب ما بقيتش كنبارطاجي حتى شحال هذه ما درت شي فيديو نتوما عارفين. هاد الزيت لي زامي خطير كيقوي الشعر وكيطولو كيخلي فيه واحد لابغيونس زوينه. ولافونتاج اللي في هاد الزيت انا فين ما كندير شي زيت طبيعي شعري كيخلي لي القشره، هذا ما كيخليش لي القشره. انتما بان لكم شعري توسخ دابا ها شفتوا لي زامي ما فيهش القشره كاع. هاد الزيت كيحمق لي زامي الا هادي ماشي كولابوراسيون ماشي اشهار. انا كنبارطاجي معكم حيت فريمون باش تكونوا تجربوه وبزاف البنات جربوا في انستغرام ورجعوا ردوا عليا قالوا لي سلمى ميرسي داك الزيت زوين داك الشيء. وانا فرحت الصراحه فرحت بزاف حيت كيعجبني نبارطاجي معكم شي حاجه اللي غادي تنفعكم. المهم انا زعما الا كنتو باغيين تشريو هاد الزيت غادي نخلي لكم لاباج ديالهم هنايا في انستغرام وكونتاكتيوهم وراه خطير غتجربوه. ولكن شوفوا ما غاديش تبان لكم الريزلت من السيمانه الاولى، غتبان لكم الريزلت في الشهر الاول. شوفوا الخلفه ديالي باش نوريكم غتبان لكم بلي طوالت ولكن الصراحه راه فن 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 حتى شعري الحمد لله بدا كيتعالج وبدا كيقوى. واخا انا قلت لكم ديك المره كل مره غادي نزيد نقطع منه شويه حيتاش فاش قطعتو ديك غادي هذاك الحراق بقى كل مره كيزيد يهبط شويه. داكشي علاش انا دابا خاصو يطوال ليا خاصني نقطع منه حتى تقاد ليا التقطيعه فهمتوا ما بقاش فيه الحرق. وانا غادي نبعد عليه بزاف 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 حيتاش فريمون خرجت عليه. قلت لكم لازم حيتاش فريمون خرجت عليه بالبروشينغ وداكشي. كمال زعما كل نهار كنصور لكم مقطع لكن غير سمحوا لي في رمضان نهار كيطير يلا كنقدر ندير فيه شي حوايج قلال ما شفتونيش منين دخلت الدوش ودرت زيت لشعري. ولكن معليش المهم انني غادي نصور لكم فيديو واخا كنصور كل نهار لقطه معليش. اليوم غادي نوريكم حوايج ديال العيد بزاف في انستغرام بقاو كتقولوا لي سلمى بارطاجي معنا حوايج العيد حوايج العيد حوايج العيد. صراحه انا شريت حوايج العيد حيتاش مولفين كيشري حوايج العيد واخا كتكبري كتبقاي تقولي زعما ما غاديش تلبسهم نهار العيد وداك الشيء لكن كتبغي تشري حوايج العيد انت فيك واحد الطفل الداخل يقول لك شري حوايج العيد. داكشي علاش زعما انا شريت حوايج العيد الصراحه وشريت البلدي والرومي وغادي نوريكم واحد الجليليبه شريت فنه ونوريكم الحوايج اللي شريت. اول حاجه غادي نبدا لكم بها لازمي هي جليليبه. شوفوا انا كنحماق على هادشي اللي بازي ما كيعجبنيش داكشي بطروز ولا فيه العقيق. شوفوا اي حاجه ورشها لكم غادي نخلي لكم بها واحد الفيديو هنايا باش تشوفوها نيشان. شوفوا الجلابه اللي شريتها لازمي هاد اللون ماشي لورونج دابا هو ما بين لورونج والموطارد بحال هكا كيبان ليكم. وخيتها بالموف حيتاش عندي واحد لي طالون بالموف وبغيت نلبسها معاهم وعجبني هذا اللون زعما جاني واحد اللون يونيك ماشي بزاف كيلبسو داكشي علاش عجبني. حتى فاش خيتو جاني زوين. دابا غادي ندوزو للرومي وتشوفوا الحوايج اللي خديت. صراحه انا كومونديت من فاش نوفو عرفتوا الحوايج اللي كتكومونديو من لي سيت ماشي كلشي كيصدق يعني ضروري غتقلبي فشي حوايج ضروري ضروري ما كتقلبي فشي حوايج. صراحه انا خديت شي حوايج وما عرفتش واش خديت وما خديتهم وصافي. اول حاجه غادي ندير لكم بها لازمي هي هاد الجاكيطه ديال تجي الفن 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 اللي انا حماقش عليها واللي هي الكود كور ديالي في هاد الحوايج واللي هي زعما اللي غنبقى نلبس بزاف. شوفوا شوفوا شحال زوينه غادي نخلي لكم فيديو هنايا كيف ما قلت لكم كتجي بحال هكا مقطعه ولكن فهمتوا واخا مقطعه غير هكا من التحت دايرين عليها هذا كتجي في اللبسه فن 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 لازم. شوف شحال زوينه. الحاجه الثانيه خديت هذا الكارغو شوفوا سامبل ما فيه والو ومن لهنايا كيجي بحال هكا بلاتي نوريكم هكا فهمتوا. هذه كتجي هنايا كتجي سده بغاش تسد كتجي بحال هكا فهمتوا كتجي سدا فهمتي كتجي سروال ديال بحال هكا. هاد الكارغو فن وسامبل انا ما عنديش سراول هكا سامبل
دابا بحال في رمضان كنبغي نلبس غير سراول هكا فيهم هاد القطيع على والو ما لقيتهمش عندي كاع السراول لقيتهم مقطعين واخا كيكونوا بوي فريند ومقطعين مبينينش ولكن مقطعين فهمتوا داك الشيء علاش خديت هذا باش الا بغيت نلبسو في رمضان نقدر نلبس انا غادي نخلي لكم فيديو هنايا باش تشوفوا كيفاش جاني كيجي طويل داك الشيء ثاني حاجه ثالث حاجه هو هاد الباراشوت بانت هاد الباراشوت حمقني 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 واعر 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 انا غادي نخلي لكم واحد الفيديو هنايا حمقني هاد الباراشوت شوفوا لي زعما شحال زوين وعرفتوا كاليتي خطير شوفوا شحال زوين كيجي في اللبسه واعر لي زعما خديت معاه هاد هاد الطوب فين هو خديت معاه هاد الطوب لي زعما شوفوا شحال زوين حتى هو صراحه فاش لبستو جات لبسه كتحمقت نتوما غادي تكونوا شفتوها غتكون تكون عجباتكم حيت انا عجباتني ما عقلتش شحال الرقم ولكن هذا حتى هو عجبني بزاف انا فكرني في العيد معنا كنحماق على هذا الستيل ديال اللبس خديته واخا ما غاديش نلبسو زعما بزاف ولكن عجبني نقدر نلبسو غير شي مره ولا جوج ولكن عجبني حتى فهمتو معنكش هاد باش نسد لازامي الضيفه هاد السلوبيت شوفوا شحال زوين وشوفوا لي السلوبيت شحال فن كيحمق 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 شوفوا فن 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 لازامي هذا شاو حمقني الصراحه دابا انا كنبدي لكم بالحوايج اللي عجبوني خديت هاد الساك شوفوا شحال زوين فن ما عنديش ساك في لورانج خديت هاد الساك في لورانج شوفوا شحال زوين كاليتي واعره صراحه في الكاليتي ما عندي ما نقول فاش نوفا كاليتي خطيره 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 هاد الساي تقلبش فيها ماشي تقلبش فيها صايه زوينه بنت اخرى غادي تجي معاها انا ما جاتش معايا حيت انا لا طاي ديالي ما جاتش معايا دابا انا واحد البنت ما عنديش الكرش هنايا 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 هنا. ما عنديش فهمتوا يعني انا هنايا داخل عندي بزاف ما عنديش الكرش نهائيا لدرجه فاش كنشري ستراول كيخاصني ديما نقص منهم من الحزام فهمتوا دونك انا الصايات وداكشي ما كيجيش معايا ولكن من التحت غليظه ولكن من الكرش ما عنديش فهمتوا يعني ستراول ضروري كنقص منهم من الحزام دابا انا هاد الصايات كانوا محمقيني كنت عاجباني الصراحه كنت كنتمنى زعما كون جات قدي وداك الشيء مي جاتني دابا من التحت جاتني ولكن من هنايا بقات ما مزيراش هي نورمالمون خاصها تجي مزيره كاع ما وريتها لكم بقات كنهضر ما دبرتهاش لكم شنو نصيبها شوفوا لي زعما شحال كتجي زوينه ستيل ديال زاغا شوف شحال فنه المهم هاد الصاي كتحمق على زعما فيها واحد الفتيحه هنايا ما عرفتش واش بانت ليكم زوينه 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 فنه كتحمق ولكن انا ما جاتنيش داكشي علاش كنقول لكم البنات ماشي زعما اي حاجه خارجه طوندونس وداكشي راه كتجي مع كلشي فهمتي ديما جبتي داكشي اللي غادي يجي معاك نتيا ماشي داكشي اللي خارج حقا قبل ما ننسى بغيت نقول لكم واحد الحاجه بدات واحد الباج انستغرام كنبيع فيها الحوايج اللي معمرني ما لبستهم والحوايج اللي ديجا لبستهم غير مره واحده ولا هكا زعما ما لابساهمش بزاف وباقيين نقيين ودابا مع قرب العيد غادي ندير لكم اثمنه رخاصه لي زامي فريمون رخاص 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 باش هكا كاع البنات يقدروا يلبسوا وزعما حتى البنات اللي ما عندهمش يقدروا يشريو حيت غادي نهبط لكم اثمنه بزاف 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 باش هكا كلشي يلبس انا غادي نخلي لكم لاباج هنايا ولا بغيتو شي حاجه مرحبا بكم عندي هاد التيشيرت شوفوا شحال زوين زوينين هادو صراحه كيجيو مع الجنات فني شوف خديت هاد اللون وخديت هاد اللون لورونج هاد المره زعمت على الالوان حيت ما عرفتش كنزعم على الالوان شوفوا هذا فن الصراحه هذا حمقني بزاف كيجيو هكا اوفر سايز وهذا ما عرفتش علاش خديته هذا انا ما عرفتش شنو كان في بالي فاش خديته عرفتوا هادو كيجيو هكا فوق التريكوات وداكشي ولكن ما ماشي ستيل ديالي زعما ما عرفتش علاش خديته قدر زعما من المستقبل يولي ستيل ديالي وخديت هاد السروال هاد الكاركو حتى هو فن كيحمق شوف شحال زوين اللون ديالو بيستاش شوف شحال زوين انا غادي نلبسو
لله انا غادي نلبس لي زامي غادي نخلي لكم التصوير هنا كيف الجيم راهي زوين فن وصافي لي زامي هذوما حوايج خديت للعيد جيسبيغ يكونوا عجبوكم وقولوا لي اللبسه اللي عجبتكم اكثر لا باقي عندي واحد الحوايج خديتهم من بلاش الحوايج خديتهم من نيويورك غير عاديين وخديتهم من من ال سي واي كي خديت هاد السروال ديال السيرفيت عرفتي شحال هادو كنرتاح فيهم بزاف فهمتوا ما كنلقاهمش عند كلشي فهمتوا حيت زعما ماشي شي حاجه اللي مستيلي وداكشي شي حاجه اللي بازيك وانا كيعجبني هادشي اللي بازيك لبسو من التحت شوفوا كيجي من التحت هكا با تيليفون شوفوا شحال زوين نوار خديت هاد الكروب توب في الباش خديت واحد في النوار ما عرفتش فين هو بحالو خديتهم هادو من نيويوركر ب 59 درهم المهم بنت اللي كنلبسو بحال هذا راه كاينين في نيويوركر سيري خذهم قبل ما يساليو شاد لي كروب توب غير كيطيرو بيهم كيف مش عاوتاني ها هو الكحل الكحل ديجا لابسه خديت واحد لي كروب توب في الغوز ما عرفتش فين هو المهم راه كاينين في نيويوركر هادو لي زامي زوينين خديت هاد القميجة في الفيغ عقلت ولا هاد القماش شحال كنت كنلبس منهم العام اللي فات كانو كيجوني فنين و ما عنديش الفيغ عندي الغوز عندي الصفر عندي الليموني لكن الفيغ ما عنديش قيت هذيك النهار في السواكي كون ناخذها ب 159 درهم زوينه صافي لي زامي هادو الحوايج اللي خديت جيسبيغ يعجبوكم وهنا غادي كونسال الفيديو ديالي والا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو ليه مع صحابكم ديروا ليه لي لايك وتخليو لي كومونتير زوين وموح عليكم باي باي.